بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا زال كلامنا في حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في النص والإشارة على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بعد أن ذكر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جملة من الآيات والأحاديث النبوية الدالة على إمامة وخلافة أمير المؤمنين علي عليه السلام وصل إلى هذا المقطع انه فلما قدم المدينه اتته الانصار فقالوا يا رسول الله ان الله جل ذكره قد احسن الينا وشرفنا بك وبنزولك بين ظهرانينا فقد فرح الله صديقنا وكبت عدونا وقد ياتيك وفود فلا تجد ما تعطيهم فيشمت بك العدو فنحب أن تأخذ ثلث أموالنا حتى إذا قدم عليك وفد مكة وجدت ما تعطيهم فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا وكان ينتظر ما يأتيه من ربه فنزل جبرائيل عليه السلام وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ولم يقبل أموالهم فقال المنافقون ما انزل الله هذا على محمد وما يريد الا ان يرفع بضبع ابن عمه ويحمل علينا اهل بيته يقول امس من كنت مولاه فعلي مولاه واليوم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه ثم نزل عليه ايه الخمس فقالوا يريد ان يعطيهم اموالنا وفيئنا ثم أتاه جبرائيل فقال يا محمد إنك قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل الاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة عند علي عليه السلام، فإني لم أترك الأرض إلا ولي فيها عالم تعرف به طاعتي وتعرف به ولايتي. ويكون حجة ويكون حجة لمن يولد بين قبض النبي الى خروج النبي الاخر. قال فاوصى اليه بالاسم الاكبر وميراث العلم واثار علم النبوه، واوصى اليه بالف كلمه والف باب، يفتح يفتح كل كلمه وكل باب الف كلمه والف باب. الرسول صلى الله عليه واله حينما هاجر الى المدينه المنوره لم يكن يملك شيئا لان اموال خديجه قد نفدت في مكه للمسلمين ولنشر الاسلام وما كان يملكه رسول الله صلى الله عليه واله وكان يملكه بنو هاشم المسلمين منهم قد تمت مصادرته في مكه حينما هاجر الرسول وهاجروا معه الى المدينه وبعضهم الى الحبشه ومن الطبيعي ان الرسول صلى الله عليه واله وهو حاكم يحتاج الى مصرفين المصرف الاول مصرف شخصي له ولاسرته، والمصرف الثاني ما يقتضي من رئاسته العامة، حيث تأتي الوفود، فلا بد من أن يستضيفهم، وأن يرفدهم، وأن يجيزهم بجوائز، وهذه تحتاج إلى أموال. فجاء الأنصار إلى الرسول صلى الله عليه واله وعرضوا عليه ثلث أموالهم لأن الأنصار هم أهل المدينة وكان فيهم المزارعون والتجار وأصحاب الأموال فقالوا يا رسول الله نعطيك ثلث أموالنا بهذا الثلث انت تجيز الوفد وتستضيف الذين ياتون الى المدينه لرؤيتك، فرسول الله صلى الله عليه واله ما قال لهم شيئا انتظارا للوحي، ينتظر الوحي من السماء، لان هذا الشيء يحتاج الى اجازه من الله سبحانه وتعالى. هل يأخذه منهم قسرا هل يأخذه منهم اختيارا هل هو اجر لنبوته حيث انه انقذهم من الظلمات الى النور هذا لا يمكن الا باذن من الله سبحانه وتعالى فنزلت الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه انا لا اريد منكم شيئا اجرا لرسالتي انتم تريدون اعطاء هذا المال كأجر للرساله، والأنبياء لا يأخذون أجرا لرسالتهم، هم أرسلهم الله سبحانه وتعالى لهداية الناس، لا للتأمر عليهم، وأجرهم على الله، وهذا أمر طبيعي حينما أفرض أنه جهة ترسل رسولا إلى منطقة هذا الرسول يوصل رسالة تلك الجهة إلى أهل المنطقة لا يأخذ منهم أجره، وإنما أجره يعطيه الذي أرسله، حتى هسه بلا تشبيه نضرب مثال حينما واحد يرسل رسالة من يخلي الطابع على الرسالة؟ المرسل أما المرسل إليه هذا اللي يستلم الرسالة يستلمها مجانا، ساعي البريد يأتي إلى باب داره ويضع الرسالة في صندوق البريد مثلا، أو يطرق الباب ويسلمهم ويسلمهم الرسالة، لا يتقاضى منهم شيئا عادة، الأجرة قد دفعت من الذي أرسل تلك الرسالة، الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الأنبياء. لهداية الناس فلذا الأجر عليه وفي روايات متعددة الأنبياء يصرحون بذلك مو واحد يجي يتصور أن الأنبياء جاءوا لمصلحة دنيوية أو لمصلحة مادية ادعوا ما ادعوا إن أجري إلا على الله لكن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله كان يريد الهداية تستمر تطلبون تردون تدفعون أجر أنا لا أريد منكم أجرا لكن أحب ذوي القربى أظهروا حبكم لهم لماذا؟ لأنهم امتداد للرسول وامتداد الهداية بهم ولذا الرسول صلى الله عليه واله قال: اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، لن تضلوا اذا تمسكتم بالقران وباهل البيت لا يوجد ضلال عندكم، لان القران كتاب هدايه، واهل البيت يبينون تفسير القران وتاويل القران بشكل صحيح. يمنعون الذين يريدون التحريف من تفسير القرآن بخلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى، ومن تأويل القرآن بتأويل باطل. هؤلاء يبينون بعد رسول الله التأويل الصحيح. فإذا تريدون دفع أجر لي فأجري محبة ذوي القربى، وهذا ليس في الحقيقة أجر، وإنما هو لصالحكم، قل. ما سألتكم من اجر فهو لكم لصالحكم الرسول صلى الله عليه واله يقول ان تولوا عليا تجدوه هاديا مهديا يعني اذا قبلتم ولايته التي امر الله سبحانه وتعالى بها تجدوه هاديا يهديكم وهو قد اهتدى الله سبحانه وتعالى هداه بعكس غيره لا هو هادي ولا هو مهدي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني هو هذا بصالح الناس بس هم طلعوا المنافقين مرة أخرى هي مشكلة المنافقين هكذا لأنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام ظاهرا هذا يتحين الفرص أي ثغرة يجدها أو يتوهمها يحاول الدخول منها للإيقاع بالإسلام وبالمسلمين الذين يتربصون بكم إذا أنتم انتصرتوا يقولون احنا وياكم الم نكن معكم اذا الكفار انتصروا يقولون احنا وياكم الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين هكذا من طرف في الظاهر مع المسلمين من طرف اخر في الباطن مع الكفار ويريد يجمع المصلحه اذا المسلمين انتصروا اذا المسلمون انتصروا فهو يحصل الغنيمه والجاح من الانتصار وإذا الكفار انتصروا هو ما يتضرر لأنه يقول الكفار أنا معكم أيضا فهؤلاء هكذا أي وقت آية تنزل يزدادون كفرا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون "وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون". لأن كل آية تنزل يخالفوها يزدادون كفرا. المؤمن كل آية تنزل يعمل بها فيزداد هداية. "والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم". فهنا المنافقون تصوروا حصلوا فد ثغره يدخلون في الطعن على رسول الله صلى الله عليه واله فقال المنافقون: ما انزل الله هذا على محمد وما يريد الا ان يرفع بضبع ابن عمه، الضبع يعني العضد او وسط العضد او الابط يعني يريد ان يرفع ابن عمه بهذه الايه لان هم كانوا يقولون ان هذا الا قول البشر هذا اول واحد قال هذا هذه الكلمه الوليد الوليد كان من كبار اهل مكه وكان بليغا فلما استمع الى القران بهت علم ان هذا معجزه لكن ما كان يريد يغير دينه فاجا قال لهم في قضيه مفصله انه لا يمكن ان نقول هذا الكلام الا ان نقول انه سحر هذا كلام البشر لكنه سحر وتعلموا من بقيه الكفار الى يومنا هذا لا يتمكن من مقارعه القران بالحجه ولا يتمكن من ان ياتي بمثل القران حيث تحداهم الله سبحانه وتعالى فاتوا بسوره من مثله لا تمكن من ذلك يضطرون ان يذهبوا الى التهريج هذا كلام البشر وهذه الايات انزلها محمد صلى الله عليه واله ولم ينزلها الله سبحانه وتعالى والله في القران فند كلامهم لكن البعض على قلوب اقفالها فقالوا انه بهذه الطريقه يريد يرفع شان ابن عمه تارة يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه وتارة يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة مع أن هذا كله بصالحهم يعني العرب قبل الإسلام لم تكن لهم حضارة كانت الجاهلية كما ورد في القرآن الكريم الحضارة كانت عند الرومان عند الفرس عند اماكن اخرى كانوا مجموعه قبائل متناحره متصارعه يتفشى فيهم الجهل والاغاره والقتل فالله سبحانه وتعالى انقذهم بالاسلام فاصبحوا مشاعل الهدايه وحملوا لواء العلم والحضاره في كل العالم هذا ببركه الاسلام يعني حتى لو كانوا يفكرون من منظر مادي كان الاسلام بصالحهم. لكن ماذا تصنع بانسان منافق يحسد ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. زين الرسول صلى الله عليه واله رفض اموالهم وقال هذه الايه قد نزلت يقولون هذا يريد يرفع بالضبع ابن عمه. زين نزلت آية الخمس: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي الْقُرْبَةِ واليتامى وَالْمَسَاكِنِ وابن السبيل". هم اجوا يعترضون. هذه الغنائم طبعا مر فيما مضى أن كلمة الغنيمة أعم من الغنيمة الحربية، لكن أهم مورد في ذلك الزمان كانت الغنائم الحربية. زين الرسول صلى الله عليه واله يلزم ان يكون تحت يده اموال فسقط النظر عن المصرف الشخصي الوفود التي تاتي حاكم الى مصارف ورفض ان ياخذ منهم رادوا يعطونه ثلث اموالهم برغبتهم الرسول رفض ذلك لان الله سبحانه وتعالى لم يقبل ذلك فجعل للرسول حصة في الغنائم وجعل لذوي القربى حصة في الغنائم هم طلع حسهم شلون يجعل لنفسه ولذوي القربى الحصة في الخمس من الغنائم هم اعترضوا مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الحصة التي كانت تصله من الغنائم ما كان يصرفها على نفسه الا اقل القليل حياه الرسول الى حين رحيله كانت حياه تقشف ولم يعش في قصر ولا انه مثلا تقول اطعمه فاخره او كذا لا كان يعيش حياه الفقراء وكان يقول الفقر فخري لان الحاكم الذي بيده الاموال وبيده الأمور إذا عاش مثل الفقراء فهذا فخر له وحتى أموال الشخصية كان يصرفها في سبيل الله وفي نصرة الإسلام وفي مكة أمواله وأموال خديجة صرفها في سبيل الإسلام وكان الرسول يجمع المال لنفسه لا كان زاهدا متقشفا زين نزلت آية الخمس اعترضوا هسه هذا المنافق شنو دخله في الفتوحات مثلا شنو دخله في الغزوات هم أول المنهزمين كانوا إما ما كانوا يشتركون مثلا في غزوة أحد عبد الله بن أبي و300 واحد من المنافقين انخزلوا عن جيش الإسلام هو جيش الإسلام ألف واحد كانوا في غزوة أحد والكفار كانوا ثلاثة آلاف يعني أكو نقص عدد بيّن في المسلمين الكفار ثلاثة أضعافهم وقيل إنهم إن الكفار كانوا خمسة آلاف بس إحنا نأخذ أقل الأرقام ثلاثة آلاف يعني ثلاثة أضعاف المسلمين زين ذول الألف واحد عبد الله بن أبي اقتطع منهم ثلاثمائة واحد رجعوا إلى المدينة يعني صار جيش المسلمين اللي هو كان ألف واحد صار سبعمائة واحد زين هكذا كانوا ما إلى مشاركة فعالة في الغزوات لكن عندما يصير وقت الغنائم ألم نكن معكم وإذا الله سبحانه وتعالى أفاء على رسوله شيئا يطول لسانهم ويعترضون على الله وعلى رسوله فقالوا يريد ان يعطيهم اموالنا وفيئنا يعني غنائمنا وخراجنا هذا ايضا لكن الله سبحانه وتعالى امر رسوله بان لا يهتم بامر المنافقين اذا كان المقرر ان الانبياء يهتموا بامر الكفار والمنافقين ما استقام للدين عود ولا قام له عمود، الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء بالاستقامة، أنت تواجه في طريقك مشاكل مختلفة، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بس إذا واحد على قلبه قفل صمّ آذانه، أغلق عينيه هذا الإنسان ويحكي أنت لا تهتم به يستهزئ لا تهتم به إنك فيناك مستهزئين فرسول الله صلى الله عليه وآله في هذه البيئة من الكفار في مكة ومن المنافقين في المدينة بلغ الإسلام إلى أن بيّن للناس جميع ما أمره الله سبحانه وتعالى أدى المهمة أحسن أداء. انتهى الأمر. الله سبحانه وتعالى اختاره إلى جواره. ذكرنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه واله والأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء عليها السلام، هؤلاء أنوار حول العرش. الله سبحانه وتعالى منّ على الناس بأن أنزلهم. إلى الأرض لأداء مهمة وإلا الأرض مو مكانهم مكانهم الملأ الأعلى خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرش محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فأنزلهم إلى الأرض لأداء مهمة خلصت المهمة الله سبحانه وتعالى يرجعه يرجعهم إلى مكانهم في الملأ الأعلى فالرسول حينما بين جميع الأصول وجميع الفروع وأخذ البيعة لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في يوم الغدير كمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، المهمه انتهت، لذا الله سبحانه وتعالى اختار الرسول الى جواره، لكن الله سبحانه وتعالى امر الرسول ان ودائع النبوه التي كانت بيد الانبياء والاوصياء السابقين وكانت تنتقل من نبي الى نبي او وصي، وهكذا إلى أن وصلت إلى يد محمد صلى الله عليه وآله، وهي كتب الأنبياء السابقين، آثار الأنبياء السابقين، كعصا موسى وخاتم سليمان، وسائر العلوم التي كانت للأنبياء السابقين، هذه كلها كانت عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أمره الله بأن يسلمها إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. وكل العلوم التي علمها الله رسوله صلى الله عليه وآله اللي هي جميع علوم الشريعة وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وغير ذلك من العلوم أمر بأن يعلمها أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام لذا علمه ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب وفي بعض الأحاديث علمه ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب ومن كل باب ألف باب يعني مليار باب هاي كلمة الألف هل يراد بها العدد المخصوص اللي قبل تسعمية وتسعة وتسعين وبعد ألف واحد أو يراد به الكثرة الظاهر انه يراد به الكثره الان احنا عندما نريد نقول شيء كثير نقول قلت هذا الكلام الف مره يعني شنو يعني قلته كثيرا لعل العلوم اكثر من هذا العدد المخصوص وانما ذكر هذا العدد لانه اخر عدد في اللغه العربيه ليس بمركب اكبر عدد مو مركب شنو هو الف عندك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة بعدين تروح عشرين ثلاثين أربعين بعدين تروح مئة مئتين ثلاثمائة إلى أن تصل إلى ألف ألف أكبر عدد غير مركب بعد الألف إيش ما أكو في اللغة العربية أعداد مركبة ألفان خمسة آلاف مئة ألف لفظة المليون مو كلمة عربية هاي كلمة مستحدثة أجنبية أكبر عدد في اللغة العربية غير مركب هو ألف حتى عندما تراجع كتب المصادر وكتب التاريخ وكتب اللغة وكتب الفقه القديمة عندما يردون يعبرون عن المليون ماذا يقولون؟ يقولون ألف ألف يريد يعبر عن المليار يقول ألف 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 فحينما يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم لعله هذا إشارة إلى الكثرة لا إلى العدد المخصوص يفتح من كل باب ألف باب ومن كل باب ألف باب يعني مثلا تشبيه مثلا إحنا الآن عندنا علوم علم الطب علم الهندسة مثلا علم الفيزياء وهكذا من علوم هذا كل علم باب بعدين تجي مثلا الى علم الطب اللي هو احد ابواب العلوم هو نفس هذا علم الطب بتخصصات طب العيون مثلا طب الحنجره طب القلب وهكذا بعدين في كل تخصص اكو قواعد يعني تجي اذا الى علم طب العيون مثلا في مجموعه من القواعد فالباب الاول العلوم، الباب الثاني تخصصات هذه العلوم، الباب الثالث قواعد هذه العلوم. فرسول الله صلى الله عليه واله علم امير المؤمن كل ذلك. وقد ذكرنا فيما مضى ان الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. زين الله في الازل كان يعرف جميع هذه العلوم. التي وصل اليها البشر الان وسيصل اليها في المستقبل والعلوم التي لا يصل اليها البشر لان العلم اللي عندهم البشر الان مقابل ما لا يعلمون كنقطه في البحر الله يعلمها هذه العلوم لولا من الازل يعلم لان الله ليس بجاهل الله يعلم ذلك زين اذا شاء ان يعلم رسوله هذه العلوم كن فيكون بإرادة ربانية يوحيها إلى قلب الرسول فيتعلمه والله سبحانه وتعالى أراد أن الرسول يعلم أمير المؤمنين عليا هذه العلوم بكل سهولة يحصل ذلك لأنه إرادة ربانية زين شنو الفائدة؟ أولا إحنا إذا لم نعلم الفائدة هذا مو معنى أنه هذا شيء لغو انما نعلم ان الله حكيم والحكيم اذا فعل فعلا فعمله صحيح سواء فهمنا ذلك او لم نفهم ذلك، هذا اولا. ثانيا لان الله اوكل امور الكون الى المدبرات امرا. والمدبرات امرا اوكل امرها الى الرسول صلى الله عليه واله واهل البيت عليهم الصلاه والسلام. فهم يدبرون باذن الله سبحانه وتعالى. وخارج إذن الله بإذن الله زين هذا الذي هو مأمور بتدبير أمور الكون من الملائكة لازم يعلم ما يدبره واللي هو مأمور على الملائكة لازم يعلم ما يدبرونه فالله سبحانه وتعالى يعلمه ذلك ولعله أيضا حتى واحد في المستقبل لا يأتي ويتعلم فد علم ثم يقول: أنا في هذا العلم أعلم من الرسول أو من الإمام مثل ذاك السفيه الجاهل الذي كان قد علم ابنه الكمبيوتر، بعض العلوم المرتبطة بالكمبيوتر، وكان يقول: ابني في علم الكمبيوتر هكذا كان يزعم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في زمان الرسول ما كان كمبيوتر والرسول لم يكن يعلم حسب زعمه حتى فجاه لا يطلع يقول هذا الكلام وحتى لا يكون أحد أفضل من الرسول وآل الرسول في أي جهة من الجهات ولو في هذا المقدار لذا الله من الأزل كان يعلم ماكو واحد مسلم يقول ان الله كان يجهل والعياذ بالله كان يعلم فاراد ان يعلم رسوله وامر الرسول ان يعلم عليا عليه السلام امير المؤمنين. الا يمكن ذلك؟ يمكن وقد دلت عليه الادله الصحيحه الصريحه، نسال الله الهدايه وان نتحمل العلوم التي ذكرت لنا في القران وفي الروايات. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين